السيدات والسادة، مساء الخير. علماء الاقتصاد يعتبرون أن الاقتصاد هو صانع التاريخ، وعلماء التاريخ يعتبرون بدورهم أن طريق الحضارة كان يمر دائماً عبر طرق التجارة. وفي حوار سابق لنا في هذا البرنامج، اعتبر الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولي أن التقدم وتطور المجتمعات علمياً وثقافياً وحضارياً إنما يقوم دائماً فوق أعمدة اقتصاديات قوية. اليوم في حديثنا من مصر نستقبل عالمة اقتصاد مصرية تولت عمادة أعرق كلية للاقتصاد والعلوم السياسية في مصر والمنطقة، أستاذة كبيرة تنتمي لمدرسة اقتصادية وطنية شاركت بعلمها وفكرها الخلاق في صياغة سياسات وتشريعات اقتصادية مهمة عبر سنوات طويلة. نسألها اليوم عن العلاقة بين قوة الاقتصاد وبين تقدم المجتمع في كل المجالات، ونسأل عن الدور الوطني للقطاع الخاص، وعن سبل دعم الاستثمار، وعن الاقتصاد غير الرسمي، وعن مسؤولية مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي في منع انفلات الأسعار، عن الاقتصاد والمجتمع وعن المستقبل في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، عن الأسعار واقتصاديات الأسرة المصرية ودور الدولة ومسؤولية المجتمع المدني والقطاع الخاص. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم.